السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة. ونناقش اليوم واقع المستشفيات في القطاع، لا سيما مستشفى الشفاء، وما تعانيه من حصار اضطرت معه لدفن أكثر من 100 جثة بمقبرة جماعية. فنناقش مأساة النزوح لسكان القطاع في ظل الحديث عن محاولات التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وسيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من اسطنبول عضوة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الدكتورة سائدة أبو البهاء، وأيضا عبر خدمة زوم من الريحانية الخبير والعسكري والاستراتيجي العقيد أديب عليوي، وعبر سكايب أيضا من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية ليلى حمارشة، ربما ستلتحق بنا لاحقا. نرحب بضيوفنا الكرام. قبل أن نبدأ النقاش دعونا مشاهدينا نتابع هذا التقرير. نكبة الأمس تعاد فصولها اليوم في قطاع غزة. الضحايا هم أصحاب الأرض، أما الجاني عاد ليكمل ما بدأه قبل أكثر من 7 عقود، ألا وهو تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان والكلام عن الكيان المحتل. تحت نيران القصف وأطنان القنابل وعن طريق قطع سبل الحياة الأساسية وبث الأكاذيب، يسعى الكيان المحتل لقضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير الخاضعة لسلطته، متخذا من عملية طوفان الأقصى حجة لتمرير آخر مخططات تل أبيب الرامية لتصفية المقاومة ومعها القضية الفلسطينية. شواهد هذا المخطط التدميري للكيان تبدو جلية أمام أنظار المتابعين، فعشرات الآلاف من سكان شمال ووسط غزة نزحوا إلى جنوبها سيرا على الأقدام بعد أن سويت منازلهم بالأرض وفقدوا أحبابهم وممتلكاتهم ولوحقوا إلى أماكن لجوئهم في المدارس والمستشفيات. ومع ذلك لم يسلموا من نيران طائرات الاحتلال التي حددت الممر الآمن لتحوله صواريخها إلى مقبرة مفتوحة في واحدة من أبشع مجازر القرن 21 وفقا لتقارير دولية، مجازر أجبرت أكثر من 1,600,000 من أهالي غزة المحاصرة إلى النزوح قسرا إلى وسط وجنوبي القطاع وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فيما يقبع أكثر من 670,000 مهجر في مدارس ومبان تابعة لمنظمة أونروا التي باتت مكتظة على آخرها، حيث يعيش هؤلاء المهجرون في ظروف مروعة وغير صحية مع محدودية الطعام والماء، أو يفترشون الأرض في العراء فيما بات القانون الدولي الإنساني في خبر كان. وبعد فشل خطة تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، اتجه الاحتلال إلى تهجير السكان من شمال القطاع إلى جنوبه في رهان لفصل الحاضنة الشعبية عن المقاومة، وهو ما فشل الكيان في تحقيقه رغم بشاعة المجازر التي يرتكبها ضد المدنيين. فصمود كل من السكان والمقاومة هو كلمة السر في هذه الحرب التي بدأها الكيان لكنه لا يعرف سبيلا لإنهائها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود معكم لهذه التغطية الخاصة بما يجري من حرب على قطاع غزة، حرب صهيونية يشنها الاحتلال على قطاع غزة. ونجدد ترحيبنا بضيوفنا الكرام، لعلي أبتدأ معك دكتورة سائدة أبو البهاء، حياكم الله وأهلا بانضمامك إلينا. كما تعلمين لا يزال العنوان الرئيسي لجيش الاحتلال في حملته وفي حربه على غزة هو استهداف المستشفيات واستهداف المدنيين. بداية، ما الهدف السياسي الذي من الممكن تحقيقه لجيش الاحتلال من خلال هذا الاستهداف؟
أهلا وسهلا بكم وتحية لكل مشاهديكم الكرام، وتحية إكبار وإجلال لشعبنا العظيم في غزة الذي يسطر أروع معاني البطولة، أروع معاني الصمود، هذا الثبات الأسطوري الذي لا مثيل له عبر التاريخ المعاصر بالتأكيد. يعني يخرجون من بين الركام لا يعلون إلا كلمة الله، الله أكبر والحمد لله. هذا الشعب يستحق كل تحية إكبار وإجلال له لهذه العظمة التي يسطرها كل يوم. بالعودة إلى سؤالك، أعتقد أن يكون العنوان الرئيسي للعمليات العسكرية للاحتلال أن تكون تستهدف مستشفى، حقيقة هذا يعني يدل على الأزمة، أو يعني هو علامة أزمة وتخبط في القرار، ليس فقط العسكري بل السياسي أيضا لدولة الكيان، ويدل على الإرباك الشديد الذي تعاني منه هذه الدولة بأن تجعل هدفها أو صورة النصر التي تريد أن تظهرها لجمهورها أن تكون مشفى. يعني وتظهر الموضوع، هل المشفى هي وزارة الدفاع حتى تتفاخر وكأنها صورة نصر عظيم؟ هل تتفاخر على يعني حقيقة حتى ليس عندها القدرة لمواجهة، أولا غزة ليست بدولة، الكتائب هم مجموعة مقاومة، لا يعني ليسوا جيشا منظما، وبالتالي هم غير قادرين على مواجهة هذه الكتائب، فذهبوا إلى أضعف ما يكون في المجتمع المدني. حتى هذا لا يعتبر استهدافا للمدنيين فقط، هذا استهداف للمرضى المدنيين. تخيلوا عمق يعني الفشل الذريع الذي يريدون أن يوهموا جمهورهم أنه يحققون نصرا، وكأنهم يعني وصلوا إلى عمق غزة واستولوا على يعني وزارة الدفاع فيها. هذه المحاولة حتى التي روج لها بالأمس يعني الناطق باسم الجيش وحاول التدليس والخداع مرة أخرى، المشفى الرنتيسي، بمحاولة بالضبط، وكأن المشفى يعني هو مقر لحماس، هذا كله كذب ومحاولة للتضليل، ومحاولة دكتورة سائدة هناك على نقطة مختلفة تماما عن المشهد. دكتورة سائدة هناك يعني من يقول إن الاحتلال يحاول أن يجعل من مستشفى الشفاء كما ذكرتي أيقونة ليسقطها، ثم يروج الانتصار المزعوم ويعلن نهاية العمليات بهذا الانتصار، بالسيطرة على المشفى، بالسيطرة على مركز قيادة حماس بحسب زعمه. هل تتفقين إذن مع هذه الرؤية؟ هو يريد أن يروج لمجتمعه الذي يعني يواجهه، وليس فقط في 7 أكتوبر بعد انهيار منظومته الأمنية والعسكرية، يواجهه بعد أكثر من شهر ونصف. السؤال الملح الذي دائما يقولونه، ماذا أنجزتم في غزة؟ فهم يحاولون من خلال هذا الإنجاز الواهم، كما قلت لكم، يعني هو أضعف من أن حتى أن يوضع في خانة المدنيين. هو المشفى يعني للمرضى، تخيل يعني هو أي إنجاز سيقدمه لجمهوره. فبالتالي هذه باختصار محاولة، ومحاولة الإيهام أن هناك مثلا نفق تحت هذا المشفى، هي محاولة كما قلت لك هي لتسليط الضوء على منحى آخر من المشهد. هو باختصار يحاول أن يضلل الرأي العام العالمي بحيث يبرر هذه المذبحة بحق الأطفال، والتي هي مباشرة على مرأى العالمين وبمباركة دولية، يعني ليس فقط يعني دعم، إنما مشاركة من قبل أمريكا. فبالتالي هو مضطر الآن أن يحسن هذه الصورة التي اهتزت أساسا، أمريكا اهتزت صورتها في بلدها وفي العالم، وأيضا هو يريد أن يثبت نصرا لشعبه الذي فقد أساسا الثقة في أنه قادر على حمايته أساسا. عقيد أديب علاوي، أهلا بانضمامك معنا. بداية، ما الذي يعنيه من وجهة النظر العسكرية أنت كجيش نظامي؟ متى تلجأ إلى محاصرة وقصف المستشفيات؟ ما هو المكسب العسكري الذي من الممكن أن تحققه؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. الرحمة للشهداء وأبطال غزة
وشفاء للجرحى. يعني حقيقة بالنسبة للسؤال، يعني بالنسبة حتى يعني للحروب فيها أخلاقيات، بمعنى لا يجوز أن تجهز على جريح حتى. ويعني هذا بالعلم العسكري العالمي، لا يعني حتى ليس في الأخلاقيات فقط الإسلامية، بالعلم العسكري لا يجوز أن تجهز حتى على جريح. وبالتالي أنا أقول يعني من المؤسف جدا يعني أن يقوم الجيش الإسرائيلي الذي يعني كانت تروج له الولايات المتحدة الأمريكية ويروجون بأنه من أقوى جيوش العالم، تبين أنه هش جدا وأضعف من أن نقول عنه أنه جيش قوي. وبالتالي استهداف المستشفيات هو دليل على يعني الحقيقة على فشل التخطيط العسكري، على فشل التنفيذ العسكري، على فشل النتائج التي يعني كان يروج لها نتنياهو وبسقف عالي أنه يستطيع إنهاء غزة في فترة قصيرة، أو إنهاء دعني أقول حماس يعني وقوات حماس وكتائبها خلال فترة قصيرة لم يستطع. يعني تصور أنه اليوم 38 يوم ويعني يحاولون يعني اجتياح غزة ولا يستطيعون، وبالتالي هم يأتون إلى الخاصرة الأضعف. الخاصرة الأضعف هي التجمعات السكانية والمشافي، المشافي التي يتواجد بها الجرحى، التي يتواجد بها المرضى. يعني هذه أضعف نقطة وهي الخاصرة الأضعف طبعا في كل يعني مناطق غزة، هي الخاصرة الأضعف. هم يستخدمون يعني يعني يطوقون المشافي وهي الخاصرة الأضعف، لأنهم فشلوا بالاجتياح العسكري، فشلوا في التقدم في 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 أي نقطة. وبالتالي أنا أقول هذا فشل ذريع الحقيقة طيب للمخطط نعم. العسكري الإسرائيلي وللجندي الإسرائيلي وللسياسة الإسرائيلية. أديب علاوي، يعني المراقب يرى أن هناك تقدم ولو كان بطيئا للجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ومن منتصفه أيضا، كيف ترى من وجهة نظر عسكرية طبعا، كيف ترى هذا التقدم؟ يا سيدي أين هذا التقدم؟ يعني إذا كان خلال 38 يوما كان هذا التقدم، إذا كان هذا يعتبر تقدم فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة طبعا نتحدث هنا عن مناطق رخوة ابتدت بها قوات الاحتلال بالتقدم إلى قطاع غزة من مناطق رخوة بحسب يعني قول المقاومة الفلسطينية. يا سيدي الكريم، يعني الجيش الإسرائيلي قام بقصف أكثر من يعني عشرات آلاف القنابل، وأكثر مما أسقط على هيروشيما وناغازاكي بعشرات المرات، أسقط على منطقة يعني محاصرة منذ عشرات السنين، مكتظة في السكان، هي الأكثر اكتظاظا في العالم. قصفوا لمدة أكثر من 10 أيام أو 15 يوم وهم يقصفون على مناطق الشمال ليهجروا أهلها دون أن يتقدموا ولا متر واحد. هذه سياسة الأرض المحروقة التي يستخدمونها هي ليست يعني في العلم العسكري هي ضعف شديد، يدل على أن هناك تخطيط عسكري فاشل وأن هناك جبن حقيقي لدى الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هم قاموا بجلب المرتزقة من دول العالم، إضافة إلى ذلك تساندهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جنود أمريكيين يقاتلون معهم ومن جنسيات أخرى ليستطيعوا التقدم إلى يعني عمق غزة. وحتى الآن التقدم لا يعتبر بالعلم العسكري هو تقدم حقيقي. لماذا؟ لأن المعركة ليست معركة كلاسيكية بين جيشين، هي معركة بين جيش نظامي ومتحالفة معه كل دول العالم، وبين مجموعة من الكتائب والمقاتلين لقوات الفدائيين حماس وهي متخفية تحت الأرض. هم قالوا أنهم يحاربون أشباح، وبالتالي الحقيقة هم يحاربون أشباح. حتى الآن هم لم يحققوا أي هدف عسكري، لم يستطيعوا تحقيق أي هدف من الأهداف العسكرية التي كانوا يبغونها. لذلك أنا أقول أنها فاشلة بهذه المعركة بامتياز، وبالتالي نجد نتيجة هذا الفشل يعني الانتقام يكون من الأطفال
يكون الانتقام من المشافي، يكون الانتقام من الخاصرة الرخوة لقطاع غزة. نعم، أنتقل هنا بالسؤال للأستاذة ليلى حمارشة الصحفية الفلسطينية، أهلا بانضمامك معنا أيضا. أستاذة ليلى، حبذا لو تجملي لنا ما الذي يحدث في الضفة الغربية؟ هناك أخبار عن استمرار الاعتقالات، وهناك أيضا ستة قتلى على ما أعتقد. حياكم الله. بالفعل يعني هذا الفشل الذريع الذي يمنى به الاحتلال ليلا نهارا منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، يترجمه الاحتلال على أرض الواقع في عموم الضفة الغربية المحتلة بشن عمليات اقتحام متتالية للمدن والقرى الفلسطينية. عمليات اعتقال بالجملة تتم بعد اقتحام المنازل مداهمة بشكل عنيف من قبل عشرات ومئات الآليات العسكرية التي تقتحم هذه المدن. في هذه اللحظات وقبل ساعات قليلة من الآن كان هناك اقتحام واسع، نحن نتحدث عن أكثر من 15 ساعة متواصلة يتم فيها عدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال على مدينة طول كرم الواقعة إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة. خلال هذا العدوان يستخدم الاحتلال في بادئ الأمر قوة خاصة تقتحم المنطقة، ومن ثم تتبعها تعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها جرافات عسكرية بهدف إفساح أو تمهيدا لهذا الاقتحام الواسع. نتحدث عن هذه المدينة بالتحديد، هذه المدينة في الآونة الأخيرة يتم اقتحامها بشكل متكرر من قبل قوات الاحتلال. هذا الاقتحام ومثل هذه الاعتداءات يقول الاحتلال بإعلانه العبري يصفها بأنها عمليات تهدف إلى اعتقال عدد كبير من المطلوبين لديهم مطاردين من قبل قوات الاحتلال، يحتمون سواء في داخل منازلهم أو هم مطاردون في أماكن مختلفة من الضفة الغربية. وبالتالي الاحتلال يقوم بتنفيذ هذه عمليات الاقتحام بشكل مفاجئ بشكل كبير من الآليات العسكرية، ومن عدة محاور يتم اقتحامها لتضييق الخناق على الفلسطينيين، ويأتي ذلك في إطار سياسة العقاب الممنهج، سياسة العقاب الجماعي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة. ولا شك بدأت تتزايد وتيرتها منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. حصيلة العدوان على الأقل حتى اللحظة بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن ارتقى 7 من الشهداء الفلسطينيين، من بينهم شهداء ارتقوا فعليا عبر طيارة مسيرة مفخخة استخدمها الاحتلال في هذه المنطقة، وبالتالي قامت بالنزول بشكل مباشر على هؤلاء المقاومين وتم تفجيرها، وبالتالي ارتقوا بشكل مباشر نتيجة هذه العملية. أيضا هناك نتحدث عن يعني عدد من الإصابات، هذه الإصابات بحسب بيانات وزارة الصحة بحسب الطواقم الصحية التي تتعامل مع هذه الإصابات تقول بأن الاحتلال يتعمد قتل الفلسطيني وليس الحيلولة دون تقدم هذا الفلسطيني لمواجهة الاحتلال سواء بالحجارة والعبوات الناسفة و أيضا الاشتباكات المسلحة التي دارت على سبيل المثال يعني في هذه الاستفزازات. الاستفزازات من قبل جيش الاحتلال في الضفة الغربية يعني نلاحظ أنها في تصاعد مستمر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا على ماذا يعول الاحتلال؟ لماذا يستفز الفلسطينيين هناك وهو مطمئن أن ردة فعلهم لن تكون لربما تسبب ضرر عليه؟ في الآونة الأخيرة يعني دعني أشير إلى أنه كانت هناك عمليات نوعية فعليا تمت في الداخل الفلسطيني المحتل أو حتى على الحواجز العسكرية المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة والتي تقطع أواصر الضفة الغربية. الشباب الفلسطيني الثائر يعني بالعامين الأخيرين الماضيين هناك نشطت عدة مجموعات مسلحة سواء مجموعات عرين الأسود، مجموعات كتيبة بلاطة، كتيبة جنين وغيرها من المقاومين الفلسطينيين الذين نشطوا فيها هذه المجموعات المسلحة بهدف يعني حد أو وضع حد لمثل هذه الاقتحامات، وبالفعل تمكنوا من إحداث وإلحاق خسائر سواء مادية سواء في خسائر مادية بشرية وخسائر مادية بالآليات العسكرية التي يتم تفجيرها بشكل مباشر بالعبوات المحلية الصنع التي يتم والتي يعني تطور أداء المقاومة فيها. وهناك ردود فعل أكيدة في الضفة الغربية المحتلة، لكن الاحتلال فعليا لا
يسمح حتى يعني بمثل هذه العمليات ولو بشكل جزئي. يعني نتحدث عن عمليات اعتقال بحسب وزارة أو هيئة نادي الأسير الفلسطيني، نادي الأسير الفلسطيني يقولون بأن عملية أو تزايدت وتصاعدت وتيرة الاعتقالات حتى طالت 2570 مواطن فلسطيني من بينهم قاصرين، من بينهم نساء ورجال وشيوخ، يتم الاعتداء والتنكيل بهم وأعمال العربدة. لكن أشير إلى أنه ضمن هذا المسار الذي يتبعه الاحتلال هناك مواجهة فعلية سواء بالاشتباكات المسلحة عندما يتم اقتحام المدن الفلسطينية. اليوم كان هناك على سبيل المثال بين الشهداء الذين ارتقوا هناك شهيد من مدينة الخليل قرب بلدة بيت عينون، تم يعني ارتقى هذا الشهيد بعد قيامه أو كان ينوي تنفيذ عملية طعن. بمعنى آخر أن عمليات المقاومة بشكل مختلف سواء عمليات الطعن، عمليات إطلاق النار وغيرها من العمليات هي يعني متواصلة ومتوازية مع جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة. نتحدث أيضا عن جرائم يعني منذ 75 عاما حتى هذه اللحظة ما تزال هذه الجرائم متواصلة. الاحتلال ينفذ وينكل بعشرات المواطنين الفلسطينيين خاصة في الأسرى الفلسطينيين، وعندما يتم اقتحام المدن القرى والمنازل الفلسطينية هناك عمليات تخريب واسعة. هذا ما يدل ويشير إلى أن الاحتلال يتخبط بشكل كامل. هناك فشل ذريع يمنى به في قطاع غزة ينفذ ويترجم على أرض الواقع بشن عمليات اقتحام واسعة للمدن الفلسطينية، تنفيذ عمليات تجريف أيضا للشوارع الفلسطينية، تدمير للبنى التحتية بشكل كبير. لكن في المقابل وبشكل موازي العمليات البطولية التي يقوم بها الشبان الفلسطيني ما تزال يعني متواصلة وتتزايد وتيرتها. لكن في المقابل أيضا أشير إلى أن أعمال عربدة المستوطنين متواصلة تحت حماية من قبل قوات الاحتلال سواء على الطرقات الالتفافية وحتى على الحواجز العسكرية. عندما يقوم أحد المستوطنين بإلقاء الحجارة على المركبات الفلسطينية يقوم بتحطيم هذه المركبات وإلحاق الأذى والضرر في النفس البشرية. نعم دكتورة سائدة، يعني لاحظنا خروج بعض التصريحات، طبعا هناك تصريحات دولية عدة تحض الاحتلال على عدم استهداف المدنيين، ولكن لاحظنا في الفترة الأخيرة خروج مثل هذه التصريحات من الإدارة الأمريكية بضرورة عدم استهداف المدنيين وعدم استهداف المستشفيات. كيف ترين هذه التصريحات؟ هل يعني هي للتسويق الإعلامي فقط، للتداول الإعلامي، أم أنها تعكس وجهة النظر الأمريكية ولربما مدى الحرج التي باتت تعانيه في موقفها اللامتناهي واللامحدود في التماهي مع قوات الاحتلال؟ حقيقة تصريحات بايدن بحماية المستشفيات يعني حقيقة باختصار يعني هو يعني يوضح كيف تعمل السياسة الأمريكية. يعني هو بيد هذه المستشفيات التي يتباكى الآن على أطفالها ويدعو لحمايتهم. الأسلحة التي تقصف بها هذه المستشفيات كلها بلا استثناء أسلحة أمريكية. كيف يمكن أن نفهم هذه الدعوة من بايدن لحماية الأطفال وهو الذي يقتلهم بأسلحته وبمشاركة فاعلة على الأرض بكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا؟ وهو الآن سرع جو بايدن خلال زيارته للكيان بتبرئة الاحتلال، لا أظن أنه هو الذي استهدف المشفى في أول الأحداث، يعني دون تحقيق. تماما هو متبني اساسا للروايه الصهيونيه. هو اول من روجوا لكذب والتدليس في الروايه الصهيونيه هم الامريكان، ثم بعد ذلك تبعهم الاوروبيين وبداوا يروجون للسرديه الصهيونيه التي الحمد لله بفضل الاحرار في هذا العالم يعني ابطلت في يومها، وما زالوا يرددون اكاذيبهم وتضليلاتهم. فبالتالي لا يمكن لهذا الكذب الان ان ينطلي على احد. هذا الوجه الإنساني الذي يخفي وراءه الوحش الذي تجاوز كل المواثيق وكل الأعراف الدولية في استهدافه للأطفال وقيامه بمذبحة على الهواء مباشرة، يعني لا يمكن لا لمنطق ولا لقانون ولا
قبل أي عرف أن يتقبل هكذا تصريحات، وده العلم هذه التصريحات لا تعني بأي حال أنه يعني رحيم على 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 هؤلاء الأطفال. هو إذا كان يريد وقفا لإطلاق النار يملك القرار الآن أن يوقف وقف إطلاق النار، ولكن نعم دكتورة سيدة، ولكن فعليا الإدارة الأمريكية يعني هي محرجة عالميا، وبات الأمر يعني ليس بلا سقف، هناك سقف له يجب أن تتم هذه العمليات، أو هذا الضوء الأخضر الذي أعطي لإسرائيل يجب أن تحقق أي شيء، أي انتصار كما يزعمون قبل نهاية هذا الوقت. فيعني هناك نعم هناك خلافات داخل الخارجية الأمريكية. بالفعل هناك التصريحات أعطت سقف، يعني بالأمس سمعنا عن مدة أسبوعين يعني لإنهاء، هم قدر الإمكان يريدون أن يسرعوا في إنهاء هذه العملية، لأنه بالفعل الضغط الشعبي خاصة في أمريكا يعني والضغط الأوروبي حقيقة سواء في لندن ولا في عموم أوروبا، ولكن تحديدا في أمريكا المظاهرات التي خرجت في أمريكا غير مسبوقة، وبالتالي هي باختصار أعطت النتيجة مقدما بأنه لا يمكن أن تجدد الولاية لبايدن، فهو يخشى على مستقبله السياسي. يعني حقيقة بايدن الآن هو تماما في نفس المرفأ مع نتنياهو، الاثنان يصارعون لبقائهم سياسيا على المشهد، وبالتالي هذه الحرب فاصلة لهم بهذا المعنى، هي لذلك أسموها حرب الوجود، هي حرب الوجود لهم لكيانهم السياسي الذي بات على المحك الآن. أمريكا لا يمكن لها أن الضغط الشعبي في أمريكا والصورة العالمية اهتزت أركانها بالكامل، هذه الروايات التي ازدواجية المعايير التي تتبناها في أوكرانيا كيف تتفاعل مع الأحداث وكيف تتفاعل بالمقابل مع غزة، هذه الازدواجية لم يعد يقبلها أي منطق ولا أي عقل ولا أي أحد يعني الحد الأدنى لديه من المنطق والتفكير، فبالتالي هذه السياسة الآن حقيقة هي ما يحدث الآن، ويعني وكما يقول كثير من الخبراء الدوليين أن هذه المنظومة التي أساسا يعني بنيت على المنظومة الدولية الحالية التي بنيت أساسا على حروب كالتي يشنها نتنياهو الآن، والتي يتذرعون فيما بعد أنهم بنوا هيئة لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وإلى آخره لحمايتهم، هذه كلها يعني إن شاء الله ستكون منظومة، وهي كذلك كما يقولون هي منظومة طارئة، لأنها لم التطور الذي حدث في أوروبا وفي أمريكا تحديدا هو تطور شاب بالنسبة لتطور المجتمعات، تطور المجتمعات يمر بمراحل طبيعية، لكن هؤلاء جاءوا على يعني حروب من خلال حروب إبادة، من خلال نهب وسرق ثروات الشعوب، يعني انظر إلى ألمانيا وحروبها في تنزانيا، انظر إلى بلجيكا وماذا فعلت في الكونغو، بريطانيا وماذا فعلت في الهند، أمريكا نفسها أقيمت يعني أقامت كيانها على إبادة الشعب الأصليين، وبعد ذلك يأتون يعتذرون، هذه السياسة الأمريكية باتت مفضوحة، هذا الاستعلاء الأمريكي في العالم وليس فقط في المنطقة يعني هو معروف للجميع، هذه العقلية التي تنظر والغطرسة التي تنظر إلى الضحية الفلسطينية وكأنها دون مستوى أصلا لا تنظر لها أساسا، وكل التركيز فقط على الضحايا الإسرائيليين وكأن المعركة هي فقط معركة 7 أكتوبر وكأن ما تلا 7 أكتوبر من ضحايا هؤلاء ليسوا إلا أرقاما لا يعني لهم شيئا، هم خاضوا معارك أساسا في العراق، خاضوا معارك في أفغانستان، وهذه الأرقام التي نسمعها ماذا تعني لهم 10,000 و20,000 وحتى 30,000، هم لا ينظرون إلى الضحايا كما هي في عقل الإنسان السوي، العقل الغربي عقل مستعلي عقل، وطبعا ويشاركه بذلك هذه السادية، هذه النظرة السادية في العرق أيضا يشاركه فيها، وهو يعتبر نفسه أصلا امتداد لها، الإسرائيليون أصلا هم ينظرون لأنفسهم أنهم شعب الله المختار، يعني تخيل هذه يعني مع أنهم الآن هم كيان علماني إلا أن الفتاوى التي هم الآن صاروا متمسكين بالفتاوى التي تخرج، هم متمسكين بالنهاية بدولتهم اليهودية التي يزعمون أنهم موعودون بها. أتوجه هنا بالسؤال للعقيد أديب، عقيد أديب يعني رغم كل ذلك أو كل هذه الأيام من هذا الاستهداف المباشر وكل هذه الكميات من المتفجرات التي
أسقطت فوق رؤوس أهالي قطاع غزة وأيضا استهداف المقاومة الفلسطينية، ما زالت هناك صواريخ تنطلق من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وباتجاه غلاف غزة وباقي المستوطنات. ما تفسير ذلك عسكريا؟ نعم يا سيدي، يعني تفسير ذلك، يعني دعني أقول أن بالحروب الكلاسيكية يعني المهاجم يكون 3 أضعاف المدافع. الحقيقة يعني بالرغم من أن يعني قوة حماس وكتائب القسام يعني بالعلم العسكري ليست جيشا نظاميا، وهم مجموعة أفراد أعدادهم قليلة جدا يعني نظرا لتركيبة الجيوش النظامية، ومع ذلك قامت إسرائيل باستخدام أكثر من 10 أضعاف يعني مجموعات حماس، أكثر من 10 أضعاف، ومع ذلك حتى الآن لم يحققوا أي تقدم عسكري. الدليل على ذلك ما تفضلت به، وهو أنهم لا يزالون يقومون بقصف إن كان غلاف غزة وإن كان تل أبيب وإن كان المناطق الأخرى. وبالتالي أنا أقول من الصعب جداً معارك الأنفاق، من الصعب جدا أن تستطيع أن تحقق فيها إسرائيل، وخاصة أن إسرائيل لم تعتد على المعارك طويلة الأمد. يعني إسرائيل كانت تعتقد بأنها تستطيع خلال أيام معدودة إنهاء حماس كما سبق، وحاربت في كل يعني معاركها على مدى التاريخ كانت حروبها عبارة عن حروب قصيرة المدى، مدتها قصيرة جدا. نعم، ولكن قبل بدء العملية كان هناك تصريحات من قادة قوات الاحتلال بأن هذه الحرب ستكون قاسية وطويلة الأمد لربما لشهور يعني. والآن هناك تصريح من وزير خارجية الاحتلال صرح أن أمام كيانه لربما أسبوع أو 3 أسابيع حتى يتم يعني أو حتى تتزايد الضغوط الدولية. هنا السؤال، ما خطط الاحتلال لتحقيق أي إنجاز خلال هذه المدة؟ يا سيدي، هم تصريحاتهم بأنها طويلة المدى ليست طويلة المدى بمعنى أن تبقى المعارك على أشدها لفترات طويلة، هم أضعف من ذلك. تصور أنهم الآن تستدين إسرائيل في كل يوم 200 مليون دولار، يعني هناك خسائر كبيرة إن كان على مستوى العتاد. تصور أن العتاد الإسرائيلي بدأ نتنياهو أن يرمم يعني المعدات والدبابات المعطلة القديمة ويستخدمها في معارك غزة، بمعنى أن هناك خسائر كبيرة يعني تتعرض لها يعني القوات الإسرائيلية في هذه المعارك. وبالتالي أنا أقول لا يمكن أن تستطيع الصمود إسرائيل والجيش الإسرائيلي لفترات طويلة. التصريحات التي يقولونها هم المقصود بها ليس كمدة زمنية طويلة في المعارك، بل كمدة ممكن أن تطول المدة من خلال الحصار وليس من خلال المعارك. هم بالمعارك لا يستطيعون الصمود أكثر من يعني فترات قصيرة، وهم اعتادوا على المعارك القصيرة، وخاصة أن هناك استرخاء منذ فترات طويلة لم تقوم إسرائيل بالمعارك. يعني صحيح أنها هناك معارك في 2014 في 2018 قصيرة جدا، إن كان على غزة وإن كان على مناطق، لكنها قصيرة لا تعتبر بالمعارك الحقيقية. الآن إسرائيل في ورطة، والسقف العالي الذي وضعته القيادة السياسية الإسرائيلية لم تستطع أن تحقق الأقل منه بكثير. والتخطيط الإسرائيلي يعني كتخطيط عسكري تغير لأكثر من مرة، ومع ذلك لم يستطيعوا من خلال تغيير تكتيكاتهم العسكرية أن يقدموا أي تقدم أو أن يستطيعوا أن يحرزوا أي نصر حتى هذه اللحظة أو أن يحققوا أي من أهدافهم. وبالتالي المشكلة الآن يعاني منها نتنياهو الذي يريد أن يطيل زمن المعركة، وكل ما طال زمن المعركة هو لصالحه سياسيا، يحاول من خلاله أن يحقق يعني نصرا ولو كان شكليا، وأعتقد أنه يناور الآن بتحقيق نصر يعني بالتعاون مع الرئيس الأمريكي بايدن من خلال تحرير قسم من الأسرى، يعتبره هذا جزءا من النصر، ولكن أعتقد أنه سيفشل في النهاية وفشلا ذريعا، لأن تخطيطهم حتى الآن لم يعني لم يستطيعوا تحقيق أي تقدم من خلال التخطيط الذي خططوه عسكريا، وحتى الآن معركتهم فاشلة وخسائرهم كبيرة وكبيرة جدا،
واعتقد كلما تقدموا سيكون هناك معارك يعني حرب شوارع، وفي حرب الشوارع اعتقد ان الفداء الفلسطيني ومعركه الانفاق ستكون لصالح المقاومة الفلسطينية. نعم، إذا اسمح لي أن نخرج، إذا مشاهدينا نخرج إلى فاصل ثم نواصل معكم. أهلا بعودتكم مشاهدينا. إذا أنتقل بالسؤال هنا للأستاذة ليلى. أستاذة ليلى، يعني نعلم جيدا أن وضع نتنياهو الداخلي لا يسمح له بالمناورة وبالمراوغة، لماذا لا يتم البدء بالمحادثات من أجل تفعيل ملف الأسرى فعليا وإخراج هؤلاء الأسرى الإسرائيليين مقابل يعني تبييض السجون الإسرائيلية؟ هل تسمعينني أستاذة ليلى؟ نعم نعم. كنت أسألك عن وضع نتنياهو الداخلي، هل بات وضع نتنياهو الداخلي يسمح له بالمماطلة أكثر بملف الأسرى؟ لماذا لا يباشر بتحريك هذا الملف وإخراج الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة حماس مقابل تبييض سجون الاحتلال وتفريغها من الأسرى الفلسطينيين؟ في بادئ الأمر هناك تخبط سياسي واضح لدى نتنياهو ولدى حكومته أيضا بشكل عام. هناك تصريحات متتالية، هناك تذرعات متتالية لنتنياهو وحكومته ووزرائه، ويعني يحاول قدر الإمكان أن يصنع نصرا وإن كان مزيفا، وإن كان مزيفا بشكل كامل، ليبيض يعني صورته أمام جمهوره الداخلي وجمهوره الصهيوني. وبالتالي هذا يعني حكومة الاحتلال بشكل كامل بشكل عام تحاول أن تقوم بعمليات الاعتقال الممنهجة وعمليات الاقتحامات وعمليات التنكيل بشكل أكبر، كما قلت في بادئ الأمر، يعني هذا وإن دل بحسب المراقبين فإنه يدل على أن فشل ذريع بني به في قطاع غزة، ويحاول أن يعني يباهي وينظف صورته أمام جمهوره وبالتالي يقوم بهذه الأفعال. أن يقوم الاحتلال منذ احتلاله لفلسطين منذ 75 عاما حتى هذه اللحظة، الاعتقالات بشكل عام تتوالي بشكل يومي. هناك يعني مقدرة السجون باستيعاب عدد الأسرى هو 5000 وما يزيد بقليل، نحن نتحدث اليوم عن 7000 وما يزيد. بمعنى آخر أن نتنياهو يعني يحقق نصر على حساب فشل آخر
يمنى به. نتنياهو يقول بأنه يعني يماطل في الإفراج عن أسراء ما يعني الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية، وأيضا يشن بتنفيذ عمليات الاعتقال في هذه اللحظة. هناك من يرى بأن نتنياهو إن كان فعليا يقوم بتبييض السجون فهو فعليا قد دمر، ولا يوجد احتلال فعلي على أرض الواقع وفرض وفقد السيطرة عن احتلال فلسطين بشكل عام. اليوم هناك يفقد سيطرته في غلاف غزة وفي المدن الفلسطينية وفي الداخل الفلسطيني عندما تصل صواريخ المقاومة إلى عقر دارهم، وبالتالي هذا فشل ذريع يمنى به الاحتلال. وكما تحدث ضيوفك الأعزاء بأن نتنياهو يواجه حرب يعني لا توجد لها مثيل فعليا في عموم العالم، وبالتالي أن يقوم نتنياهو بتبييض السجون إذا هو خسر خسارة كبيرة. هو أصلا عليه قضايا فساد ويجب أن يجب محاكمته فعليا أمام القضاء الصهيوني، وبالتالي هو يحاول أن يشكل نصر بأي طريقة كانت على حساب الفلسطينيين. يسعى الاحتلال ونتنياهو على رأسهم على يعني بكل ما أوتي من قوة، بكل ما استطاع من إمكانيات يعني يوجهها في سبيل إبادة الفلسطينيين بشكل كامل. ما يعني أن يتم اعتقال الفلسطينيين بالجملة؟ ما يعني أن يقوم أن يتم تنكيل بهم وتعذيبهم ولا يوجد عنهم فعليا ولا معلومة سوى عن أماكن تواجدهم؟ هذا بأقل القليل. أما ما يتعرضون له نحن نعلم فعليا كفلسطينيين فقط ممن يخرجون من داخل سجون الاحتلال وممن يتسنى لهم الخروج من داخل سجون الاحتلال. ويقولون بأن الاحتلال يحاول يعني ينكل بنا بأقصى أنواع العذاب والتنكيل، سواء بالضرب المبرح، التفتيش العاري لأكثر من مرة، ساحة الفورة ممنوعة، الأغطية ممنوعة، اكتظاف كبير داخل سجون الاحتلال. طيب نتحدث عن دكتورة سائدة، اسمح لي وسريعا لو سمحت، يعني كان هناك دعوة من هيئة علماء المسلمين في العراق ومنظمات علمائية أخرى، دعوة الأمة لمساندة ومناصرة المقاومة الفلسطينية والوقوف معها. ما أهمية وتأثير مثل هذه الدعوات في هذا الوقت؟ هذه الدعوات يعني ضرورية جدا لإبقاء الوعي الدائم بالمحرقة الحاصلة بفلسطين. يعني هذه الدعوات يجب أن يتلوها أفعال حقيقية على الأرض. يعني الحراك الجماهيري لا زال على أهميته وعلى تقديرنا لكل الجهود التي تبذل، لكنه لا زال دون الحدث. الحدث نحن أمام إبادة وتطهير عرقي بات ممنهجا. عمليات التهجير التي تحدث في غزة لا يمكن أن نقابلها بمجموعة من البيانات والتصريحات على أهميتها وتقديرنا لكل ما يبذل في هذا السياق. لكن الآن مطلوب سواء على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الهيئات، حتى الدول يجب أن يكون هناك حراك ضاغط حقيقي لتغيير مواقفها. يتناسب مع هذه المحرقة الحاصلة الآن في غزة. شكرا جزيلا لك يا دكتورة سائدة أبو البهاء، عضوة المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، كنت ضيفتنا عبر سكايب من اسطنبول. كما أشكر عبر سكايب من الضفة الغربية ضيفتنا الصحفية الفلسطينية ليلى حمارشة، وأشكر أيضا الخبير العسكري والاستراتيجي الذي انضم إلينا عبر خدمة زوم من الريحانية العقيد أديب عليوي. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.